ايه اكبر خوف في حياتك، الموت ولا المرض؟ الاثنين. انا بخاف قوي من مين قال لك من الموت؟ انا بخاف قوي من الموت، قوي فوق ما تتخيل، فوق ما تتخيل. مستعده له؟ ما هو انا بخاف لاني دايما بقول انا خايفه، ببقى مش مستعده، انا مش عارفه، بخاف قوي. ليه مش مستعده؟ مش مستعده ابقى لوحدي، بقى بخاف قوي. والمرض؟ بخاف جدا 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 برضو قوي، لان عندي كمان صديقتي توفت، فضلت طول عمرها مريضه، مرضى المهندس الله يرحمه، فموضوع المرض ده بيوترني طبعا اكيد. مين بيحب المرض؟ طب هفترض معاكي انك انتي النجمه متالقه، وفي لحظه من اللحظات مريتي بمرض بمحنه، مين هيفضل ومين هيبعد؟ انا عديت بمحن اكيد، الحقيقي بيفضل، الصاحب الحقيقي اللي بيبقى صاحب بجد بيبقى موجود. وفاء عامر دي اسمها على مسمى، وفاء وعامر. يعني في كتير اصحاب ليكي ممكن يكونوا جنبك في المرض؟ الحمد لله، يعني بمرض الامراض العاديه، يعني ما عنديش لكن طبعا طبعا. انا مش حابه لو منى المعالج دلوقتي قدامك تقول لها ايه؟ قول لها وحشتيني. كانت ايه بالنسبه لك؟ كنت اصحاب جدا لدرجه ان دلوقتي لما بعمل حتى صور بيقولوا لي ان انا شبهها، الله يرحمها. صحاب قوي، كانت مسميه دي صاحبه فاتح للشهيه، صديقه فاتحه للشهيه، للضحك والهزار والاكل واشتغلنا كمان مع بعض، تعرفنا اصلا في مسلسل، وكم قعدنا اصحاب بقى سنين كتير. بس يمكن قبل وفاتها بسنه كان في خلافات ما بيننا، وقبل وفاتها طلبت انها تشوفني. قالت لك ايه؟ كنت في بيروت بصور برنامج، وبعدين كلمني صديق بيني وبينها مشترك امير شاهين، وقال لي هي تعبانه جدا، قلت له لا لا مش هاجي اشوفها. فقال لي ازاي؟ وقلت له لا. بعديها كلمني عمر المهندس اخوها، كنت ساعتها لسه مرتبطه باحمد، وكنا بنعمل برنامج في بيروت، فقال لي يعني هو استوعب الحاجات الطبيه اللي هم بيقولوها، انا الزعل مش مخليني استوعب يعني. فقال لي لا احنا هننزل من المطار نروح لها يعني. وقد كان نزلنا من المطار، وصلنا مطار القاهره عليها، قعدت معاها 4 5 ايام يعني كده، وكانت رمضان والعيد وتوفت الله يرحمها. ندمت انك انت ضيعتي وقت زعلانه منها؟ أكيد أكيد، زعل على الفاضي وكلام على الفاضي وحاجات، كانت علاقتنا أقوى من إن إحنا كنا نزعل أو نتقمص من بعض، لأن أنا كمان زعلي وحش. أنا زي ما كنت بقول لك برضه في أول الحلقة، أنا زعلي وحش بالذات لما بيبقى ليا حق، مش بستوعب. إيه اللي اتعلمتيه من تجربة ميرنا المؤنس؟ الحياة يعني عادي عادي، يعني نجمة، نجمة وقمر وشابة وغنية وجالها كانسر وماتت. ما كانش عندها كانسر، كان عندها مرض نادر، ما عندهاش كانسر، عندها مرض أقوى من الكانسر، كل اللي بتكتب في الصحافة ده غلط، عندها مرض